الأزهر يؤكد إذن مؤتمر نصرة القدس يأتي استمرارا لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية. الرئيس السيسي يؤكد إن المصريين استطاعوا بوعيهم إنقاذ الوطن من المؤامرات. تيلرسون يؤكد استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا لمنع عودة داعش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. قال الرئيس السيسي في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر حكاية وطن إن المصريين استطاعوا بوعيهم أن ينقذوا بلادهم من مسار مظلم تحيطه مؤامرة تسعى لتفكيك دعائم الدولة وإفشالها وإنهاك مؤسساتها. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما أنجزته مصر على مدار الفترة السابقة إنما هو ثمرة حلم صاغه هذا الشعب بعزيمة وتحد منذ أن قرر أن يثور على من حاول سلب آمله وتطلعاته. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أبناء القوات المسلحة والشرطة خاضوا معركة أخرى لا تقل شراسة عن معركة مواجهة الإرهاب، وهي معركة بناء هائلة ضد قوى الظلام والإرهاب، مشددا على أن المصريين خاضوا المستقبل وزراعة الأمل. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من مقر المؤتمر الزميل عمر حسين. أهلا بك عمر، ما هي التفاصيل لديك؟ أهلا بك زميلتي ندى، دعني في البداية أكمل لك تفاصيل ما الآن. أنا أمام مؤتمر مقر إقامة فندق مؤتمر حكاية وطن، الجميع هنا على غبة الاستعدادات انتظارا لوصول السيد الرئيس. المؤتمر سيقام في فترة بين 17 إلى 19 من يناير هذا الشهر الجاري. سيكون المؤتمر على مدار 4 جلسات تمتد إلى محاور شتى وعديدة، أهمها المشروعات القومية والبنية التحتية، مواجهة الإرهاب، التنمية الاقتصادية، وختاما مبادرة اسأل الرئيس. شكرا لك عمر، وكان مراسلنا من مقر مؤتمر حكاية وطن عمر حسين. أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن المؤتمر العالمي لنصرة القدس يأتي استمرارا لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، داعيا الشعب الفلسطيني لمواصلة الصمود والثبات. وأضاف الطيب خلال كلمته في افتتاح مؤتمر نصرة القدس العالمي إن الأزهر الشريف عقد 11 مؤتمرا حول القدس منذ عام 1948 حتى عام 1988. وأشار شيخ الأزهر إلى أن مؤتمر نصرة القدس ينعقد في ظروف بالغة الصعوبة، مضيفة إلى أنه يختلف عن سابقيه لأنه ينعقد بالتزامن مع بدء العد التنازلي لتقسيم المنطقة. هذا وقدم شيخ الأزهر اقتراحا بتخصيص عام 2018 ليكون عاما للقدس لدعم المقدسيين ماديا ومعنويا. من جانبه أعرب البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عن أسفه أن تكون القدس مسرحا للصراعات والحروب، وأضاف أنها تمثل مكانة كبيرة لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء. وخلال كلمته في مؤتمر نصرة القدس قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هناك مؤامرة تستهدف القدس بكل ما تمثله من معان دينية وتاريخية وثقافية. وأكد عباس أن الولايات المتحدة اختارت أن تخالف القانون الدولي بعد قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا القيادي في حركة فتح الفلسطينية نبيل أبو ردينة. أهلا بك سيد نبيل. أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين. ما أهمية هذا المؤتمر سيد نبيل؟ أهمية هذا المؤتمر هو خطوة مهمة تصعيدية كبيرة يقوم بها مؤسسة دينية مستقلة وهي الأزهر الشريف التي تمثل الرأي العام العربي والإسلامي في المنطقة. أهمية أيضا هذا المؤتمر أنه جاء في هذا التوقيت بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ القدس مقر للعاصمة مقر السفارة الأمريكية، هي محاولة لتهويد عاصمتنا القدس الشريف. وقوف الأزهر بجانب هذه القضية هو دعم لهم على تحرير القدس. ما هو دور حركة فتح بعد هذه التطورات الأخيرة؟ بعد هذه التطورات تسعى حركة فتح إلى وقف كل محاولات الفرقة والاختلافات الأيديولوجية السياسية. كل الفصائل الفلسطينية هدفها الآن هو التوحيد وتحرير القدس. شكرا لك سيد أبو ردينة قيادي حركة فتح. قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن بلاده ستحافظ على وجودها العسكري والدبلوماسي في سوريا
لإنهاء الصراع في البلاد، وكذلك لضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى بسوريا. واقتصاديا، أكد وزير المالية الدكتور عمرو الجرحي ترحيب مصر بكل المستثمرين وضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات لفتح أسواق جديدة وخلق فرص للعمل. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مع الوفد الاستثماري المشارك في أعمال الدورة الثانية بالمنتدى الاستثماري يوم الاقتصاد المصري مجموعة هيرمس. وعرض الجرحي على المستثمرين تجربة الإصلاح الاقتصادي المصرية والتي تلقت إشادة من كل المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام. وأضاف الجرحي أن الاستثمارات الحكومية وصلت خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 33 مليار جنيه. ورياضيا، في الدوري المصري بدأت منافسات الأسبوع 19 من البطولة بثلاثة لقاءات، حيث فاز فريق الأسيوطي سبورت على الرجاء بثلاثة أهداف لهدف، بينما فاز الاتحاد السكندري على النصر بثلاثية نظيفة. أما اللقاء الأخير فقد خسر فريق الإسماعيلي من المقاولون العرب بثنائية نظيفة. هذا وتستكمل المباريات الجولة نفسها اليوم، حيث يلتقي نادي الزمالك مع الداخلية في 6 مساء. وفنيا، تحل اليوم الذكرى 3 لرحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والتي عاصرت عقودا طويلة من السينما المصرية وساهمت في إبراز دور المرأة بصورة خاصة من خلال أدوارها في السينما. المزيد عن مشوار الراحلة في العرض التالي. بعد مشوار حافل بالعطاء، بعد أن تربعت على عرش السينما العربية، ها هي سيدة الشاشة فاتن حمامة، محمولة على الأعناق لشيعها الألاف إلى مثواها الأخير. منذ الصباح توافدت الجماهير من أنحاء مصر إلى مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر ليشاركوا تشييع الفنانة الراحلة، جنازة مهيبة تقدمها العديد من المسؤولين والشخصيات العامة وكبار نجوم الفن والثقافة. جنازة أعادت للأذهان مشاهد من جنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث لم يتسع ميدان الحصري للجماهير فاصطفوا في شوارع جانبية يحملون الورود والأعلام ويرسلون حكاية سيدة الشاشة التي بدأ مشوارها مع الفن وهي طفلة في 10 من عمرها، ليستمروا في العطاء حتى وقت قريب. وإلى أخبار الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط اليوم الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة. وإلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه النشرة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.